فجاءتني مكالمة من المحترم المحترم حسن حمدي، قال لي دكتور سامي ما ينفعش نكون بدأنا بمحبة وتنتهي بعداوة. بعداوة. قلت له أعوذ بالله من كلمة عداوة. رفعت تليفون على الشيخ صالح كامل رحمة الله عليه، قال لي يا ولدي اللي مصر تطلبه يا سلام الله يرحمه واللي تطلبه النادي الأهلي أنا ماليش أي مطالب ولا وتم هذه معلوماتي بكل شيء. ده دي حقيقة، يعني فصل مهم جدا في تاريخ قناة النادي الأهلي، اللي بقول إنها كانت أحد أزرع أيوة. نشر الثقافة الرياضية والتاريخ الرياضي في مصر. طيب أنا وأنا وأنت حضرتك معايا وأنا بستضيف عمال أفكر، طب أبدأ إزاي مع الدكتور سامي؟ هل أقول له أنت مارست رياضة ولا في لعبة معانا كنت بتلعبها، ولا أنت كان في انتماء لنادي أو أنت بدأت إزاي؟ لو بتكلمني عن الرياضة بص يا كابتن مصطفى، مين فينا ما لعبش كورة شراب؟ وكل مصر كلها. أنا كان حظي معرفش كويس ولا لأ، المدرسة بتاعتي في الشرقية كانت بلكونة بيتنا بتطل عليها على المدرسة، وجدتي الله يرحمها عارف كانت النظافة تقول لها يا جدتي النظافة؟ يا ويلي لو شافتني وانا في حوش المدرسة بلعب كورة ياه، من خوفها ان انا ازاي ارجع البيت ولا انطرب. فكنت اعمل ايه؟ فكنت استنى لغايه ما هي تقفل البلكونه وابدا العب في المدرسه. يمكن كده بتبص من ورا الشيش. لا ما مش الدرجه دي، لكن عايز اقول فكلنا بدانا، لكن عايز اقول ايه، ما كنتش كروي بمعنى كروي، انما كنت تحب الكوره جدا. مين فينا كابتن مصطفى؟ الجيل بتاعنا اعتقد عنده حرفين في حياته، حرف الكاف كوره والكلثوميه. يا سلام يا سلام، دي حقيقه. دول حرفين اعتقد الجيل بتاعنا لو فتحت فعلا قلبه هتلاقيه بالظبط كده، هتلاقي جيل كوره وجيل ام كلثوم. ايه اللي بيجمع بين الاثنين؟ احنا جيل اتربى على الجمال، على الفن، على الذوق الرفيع، على الموهبه، على الصوت الحلو، على كل اداء جميل. نعم لازم نكون امناء. نعم بدليل انت النهارده حضرتك بعد ساعات وانا بتفرج يا كابتن مصطفى بالليل على ام كلثوم واقعد اقول ازاي وانا صغير قدرت افهم هي بتقول ايه. من قيد ادمى معصمي لما الاسر والدنيا لدي. يا سلام، ايه ده؟ ايه السن اللي يخليني استوعب كلمه من قيد ادمى معصمي؟ يعني احنا عندنا في الاعلام كابتن مصطفى قاعده بتقول لما تحب تتفاعل مع من تسمعه نعم حول كلماته لصوره. فلما انت تسمع ام كلثوم وهي بتقول من قيد ادمى معصمي بتتخيل ايدين مجروحه وايدين متايده نعم والدنيا لدي، فتحس بالسما. عبد الحليم حافظ، لماذا صفق الناس في كوبليه؟ انا متاكد انه معظم اللي سقفوا او نسبه كبيره منهم ما كانوش يقدروا يفهموا الكلام ده كلغه، يقدروا يستوعبوا الكلام ده. وسرت وحدي شريدا نعم محطم الخطوات تهزني انفاسي تخوفين لفتاتي كهارب الليل شعر بقى كمان. من اين او اين يمضي شعر والناس تسقف. هي الناس ما سقفتش للكلام يا استاذ مصطفى، تعبير. هي الناس تصورت واحد مشرد حزين متقطع هدومه، بعض يمزق وبعضي الله. عشان كده واحنا بندرس في الاعلام بنقول 70% من الحوار بين اتنين مش الفاظ. لا 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 خالص. مش انا وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي نظرتنا لبعضنا ليها معنى. نعم. الطريقه اللي بتكلم معاك فيها الطريقه مش الفاظ. نعم. ليها تاثير. عشان كده نجاة قالت ايه؟ بالهمسي باللمسي بالاهاطي بالنظراتي بالصمت الرهيبي. انت ممكن ما تتكلمش بقى تسيب واحد فينا انت عايز ايه وانا عايز ايه. مظبوط يا فندم. من غير الفاظ. احنا مشكلتنا في حاليا دلوقتي في بلدنا ايوه لا نركز في من يحدثنا. للاسف للاسف
للاسف، مع انه ربنا سبحانه وتعالى نعم بالله حكمته ليه خلقنا بودنين وبق واحد؟ عشان تتكلم وتسمع، عشان نسمع ضعف ما نتحدث. كده كلمه انصات. نعم انت مصطفى الانصات. فاذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا. الانصات ده يا كابتن مصطفى بيحتاج طاقه. احنا مستعجلين، ما بنصبرش على بعض. مشاكلنا العائليه صدقني، مشاكلنا الشخصيه بين بعضنا وبعض، احنا ما بنطقش نتكلم مع بعض. عدم الانصات طبعا، لاني ما بديش اللي قدام مني فرصه يكمل وجهه نظره. طيب دكتور سامي، بعد ما وصلت للمرحله والمرحله العلميه اللي هو عميد كليه اعلام جامعه القاهره، ما فكرتش في يوم من الايام او قلت انا خدت كل الكلام ده كله وفي واحد لعب كره 5 6 سنين بقى اسمه قدي كذا مره، ما قلتش ليه انا ما طلعش لعيب كره؟ لا يا كابتن مصطفى خالص، هقول لك ليه يا كابتن مصطفى. سبحانه وتعالى وزع الارزاق، نعم، وزع المواهب والقدرات، ما انا ما ينفعش ابقى مصطفى عبده. نعم. ليه؟ ازاي؟ ربنا خلق مصطفى عبده الرزق بتاعه ده، رزقه ده وموهبته، نعم، في قدميه وعقله وجريته، خد بالك ازاي؟ فبالتالي عمري في حياتي ما تمنيت حاجه غير اللي انا فيها. انا حاسس ان انا في المكان اللي ربنا اقول خلقني له عشان تبدع فيه، عشان ابدع فيه بالظبط كده. وانا وعايز اقول في عندنا حاجه اسمها كابتن مصطفى، في حاجه اسمها المحيط الاحمر والمحيط الازرق. المحيط الاحمر والمحيط الازرق. المحيط الاحمر ده المحيط المنافسه فيه بتبقى عاليه. الاحمر وبالتالي بيبقى مطلوب منك دايما ها انك انت في معركه مع الاخرين. دي فتره زمنيه معينه ولا لا؟ ده على طول. على طول. المحيط الازرق هو المحيط الذي يكون لديك فيه نقطه تميز عبال ما حد يحصلك ياخد وقت. انت اشتغلت بقى في المرحله الاولانيه الاحمر، ايوه، وصلت للازرق. ده بقى كان سبب اختياري للاعلام. يعني من صغرك وانت بتحب الاعلام. اما جينا في الثانويه العامه بالمناسبه كابتن مصطفى ما كانش اسمها كليه الاعلام، كان اسمه معهد الاعلام. معهد الاعلام، انا فاكر. وانت عارف كلمه معهد دي دايما عند الناس تقول لك ده يعني قليله شويه. جاني اقتصاد وعلوم سياسيه، ده بقى المحيط الاحمر. فرحت لابويا رحمه الله عليه، لقيت اعلان نازل في الجرايد، معهد الاعلام جامعه القاهره يفتح لاول مره لمرحله البكالوريوس. يا ليه؟ هو سنه كام ده يا دكتور؟ ده سنه 70 يا فندم. في هذا التوقيت كان في قسم الصحافه في كليه الاداب جامعه القاهره، وكان معهد الاعلام بيدي دبلومه فقط دراسات عليا، ما كانش بيدي بكالوريوس. نعم. هذا المعهد قرر ان يكون القبول وفقا لمعيارين. ايه المعيار الاول يا كابتن مصطفى؟ اختبار قدرات في الثقافه العامه. لكن مش دي المهمه بقى. الاصعب بقى يا كابتن مصطفى ايه؟ مقابله شخصيه، وانت داخل المقابله اسمح لي بالتعبير ده، كنت ممكن تحس ان انت جايلك اسهال قبل الدخول. اللي هو زي ما بيقولوا عليها الهيئه. اي كشف هيئه. كشف هيئه. المقابله الشخصيه دي فيها مين؟ دكتور جمال العطيفي رحمه الله عليه. الله يرحمه ويحسن اليه. مصطفى امين. دكتور ابراهيم امام. فطاحل. استاذ مش عارف حامد زهران بتاع علم النفس. انت وانت داخل كابتن مصطفى انت مرعوب اساسا. كانوا بيختبروا فيك ايه؟ واحد، مدى صلابتك؟ مدى تمسكك بدخول هذا المعهد. تقدمنا 2500، خدوا مننا 200. 200 فقط. دي أول دفعة. هل 200 دول صفصفوا بقى على حد غير كده ولا هم ال 200؟ لا، من 2500 قبل 200. يعني أعلى مجموع. أعلى مجموع. يعني 2300 بره. بره. أعلى مجموع، ثم أعلى درجة في اختبار القدرات العامة والثقافة العامة، ثم الصلاحية في كشف الهيئة. طيب لو رجع بيك الزمن مرة تانية، تحب إنك تبقى لاعب مشهور ولا واخد مسارك مسار العلم؟ لا، هو المسار اللي أنا فيه دلوقتي مسار العلم. المسار العلم، بس في شرط فيه يا أستاذ كابتن مصطفى.
مسار العلم مش النظري. يعني انا عشان اكون امين معاك، واضح ان ابويا وامي رحمه الله عليهم كانوا داعيين، الله يرحمهم ويحسنين. من صغري وانا طالب اتكعبلت في اساتذه الى جانب علمهم خدوني جنبهم، يا سلام، فدربوني على البحث العلمي. يا رجل، كان سنك كام سنه يا دكتور؟ لا انا بتكلم 18 سنه. 18 سنه هقول لك على حاجه، ده تطبيق عملي بقى تماما. اه، كان عندنا بيدرس لي في الماجستير ماده اسمها مناهج البحث، استاذ اسمه عبد المعز عبد الرحمن. في الوقت ده كابتن كان تقريبا سنه فوق ال70، وكانت المحاضره بتاعته في الشتاء بالليل، فكان بيجي بالليل بالبلطو بتاعه. نعم. انا بحس بيه على المنصه هو بيشرح ان البرد خلاص، فكنت اطلع وشوشه في ودنه اقول له كفايه، واخده اوصله بيته. بتحس بيه. فهذا الرجل وانا بعمل الماجستير رحت له اودي له استماره البحث الميداني بتاعتي. كان في موضوع ايه؟ كان عن دور الاعلام المحلي في تنميه الوعي. لان خد بالك المجتمع بقى. ايوه. لان خد بالك احنا لو تفتكر كانت من ضمن الهيئات الشهيره والمؤثره جدا في الاعلام في مصر هي عمل الاستعلامات. طبعا طبعا. وكانت مكاتبها بتاعت الاعلام المحلي منتشره على مستوى العالم. تماما. هي دي قنوات التواصل بينها وبين الدوله وبين المجتمع. مش عايزك ده كانت هي بعد السفير على طول. تماما. واللي عملها رحمه الله عليه الدكتور عبد القادر حاتم. الله يرحمه. خلاص. وكان اسمها مصلحه الاستعلامات. ايوه. هذا الرجل استاذ معز خلاني اعيد استماره الاستبيان يا كابتن مصطفى 5 مرات. وانت بتاخد عليها اعمال ودرجات والكلام ده؟ لا، بيخليني انزل اختبرها واتاكد من صلاحيتها وارجع له. فقلت له استاذ معز 5 مرات اعيدها للدرجه دي انا فاشل؟ قال لي لا. قلت له امال ايه؟ قال لي انا كنت بختبر فيك حاجتين، المصابره والصدق. فقلت له طيب بدل بقى كده خدني معاك. هل انت لما جيت تعيدها مره واثنين وثلاثه هل هو نفس الكلام ولا كنت بتغير؟ ابدا. بتيجي يعني عارف ايه؟ حاجات بسيطه. اضافات يعني. اضافات محدوده جدا. هو كان فقال لي يا ولدي انت من تاني مره كنت عامل استماره كما ينبغي، لكن انا فعلا كنت بختبر فيك هذا. تعال اقول لك بقى النتيجه بتاعتها ايه. المشرف بتاعي وده كلام للتاريخ يعني، ما تفهمش ليه ما كانش بيحبني قوي. تفهمش ليه يعني. خلاص. اسمه ايه؟ مش لازم اديني اسمه عشان اكلمه. خلاص.